المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم فطيرة بحجم عائلي سهلة وسريعة التحضير وبدون عجين وكذلك بدون اختمار، لنبدا على بركة الله. اولا اخذ المقلاة واضع فيها حبة من البصل وفصين من الثوم والقليل من الزيت والجزر واللحم المفروم قمت بإضافة القليل من الملح. الآن أضيف الفلفل الأحمر الحلو والكركم والزنجبيل والقليل من الفلفل الأسود. ثم أضيف القليل من البقدونس والقزبر ثم أضيف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم وأستمر في التحريك حتى يتبخر المرق أو الماء نهائيا. بعد ذلك أقوم بإزالة الحشوة من فوق النار وأتركها لكي تبرد. ثم أضيف القليل من الزيتون الأخضر الذي قمت بتقطيعه على شكل دوائر وأستمر في التحريك حتى يتبخر الماء نهائيا. بعد ذلك أقوم بإزالة الحشوة من فوق النار وأتركها لكي تبرد. بعدما قمت بإزالة الحشوة من فوق النار وتركتها جانبا لكي تبرد، أخذ صينية وأقوم بتفريشها بورق الطبخ أو يمكنكم دهنها بالزبدة، وأضع وسطها إطار أو يمكنكم استعمال صينية أصغر حجما، وأقوم بوضع ورقتين من ورقة فستيلة أو ورقة الفيلو. أقوم بوضع ورقتين كما تلاحظون، قمت بوضع ورقتين من ورقة فيلو أو ورقة فستيلة. الآن أقوم بدهن الورقة بخليط الزيت والزبدة. ثم أضع ورقتين مرة أخرى وأقوم بدهنه بخليط الزبدة والزيت. أستمر على هذه الطريقة حتى أضع 6 ورقات من ورقة فستيلة، ويمكنكم وضع 8 ورقات أو 10 ورقات، يبقى ذلك حسب اختياركم. كما قلت قمت بوضع ورقتين من ورقة فستيلة وقمت بدهنها بخليط الزبدة والزيت. الآن أقوم بوضع ورقتين مرة أخرى. قمت بوضع ورقتين مرة أخرى. الآن أقوم بدهن الورقة بخليط الزيت والزبدة. كما قلت كلما وضعنا ورقتين نقوم بدهن الورقة الأخيرة بالزبدة، ثم نضع مرة أخرى ورقتين حتى أضع 6 ورقات. بعد وضع 6 ورقات من ورقة فستيلة، الآن أقوم بوضع الحشوة بعدما تركتها لكي تبرد تماما.
بعد وضع الحشوة الآن أقوم بوضع ورقتين من ورقة بسطيلة كما فعلت من الجهة السفلى. قمت بوضع 6 ورقات. الآن أقوم بوضع 6 ورقات فوق الحشوة. قمت بوضع ورقتين فوق الحشوة. الآن أقوم بدهن الورقة بخليط الزيت والزبدة. أستمر على هذه الطريقة حتى أضع 6 ورقات. بعدما قمت بوضع الورقتين الأخيرتين قمت بتقطيع العجينة على شكل مربعات أو مستطيلات كما تلاحظون. الآن أقوم بدهن وجه الفطيرة بالزبدة أو بخليط الزيت والزبدة. كذلك نضع الخليط الزيت والزبدة في هذه التشققات. بعد الانتهاء من دهن الوجه الفطيرة ادخلها الى الفرن على درجة حرارة 200 درجة. نشيل الفرن من الجهة السفلى وكذلك من الجهة العليا. بعد اخراج الفطيرة من الفرن اقوم بوضع القليل من الجبن. بعد وضع الجبن ندخل الفطيرة الى الفرن لمدة 3 دقائق إلى 4 دقائق. نشعل الفرن من الجهة العليا فقط لكي يذوب الجبن. هذا هو الشكل النهائي للفطيرة بعد اخراجها من الفرن. اتمنى ان يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني وزيارة صفحتنا على الفيسبوك. ودمتم في رعاية الله.